دعوة إلى إقامة السكة الحديدية في مدنين لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية هامة على الجهة. أهمية زيت الزيتون الغذائية والصحية والاقتصادية محور تظاهرة احتضنتها مدينة المهدية. فطور صباحي جماعي في حديقة عمومية، والهدف التحسيس بأهمية الفضاءات الخضر والتواصل الاجتماعي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم لمتابعة نشرة أخبار المساء الأولى على الوطنية الأولى. بعث عدد من شباب ولاية تطاوين مشاريع فلاحية حققت نجاحا ماهرا، لكن سرعان ما فشل هؤلاء في مواصلة أعمالهم بسبب فقدان مياه الري، ما جعل تلك المناطق تتحول إلى حقول قاحلة. هذه السيدة لم تعد تملك إلا دموعها تذرفها حسرة على ضياع مشروعها الفلاحي. في وقت غير بعيد صنف من أحسن المشاريع الفلاحية المندمجة في ولاية تطاوين، وفي لحظة واحدة تلاشى كل شيء وتحول الأخضر إلى اليابس. كنت صاحبة أحسن مشروع فلاحي في تطاوين، واخذيت جائزة، وتو تفرج الأرض شنو اللي صار فيها. كانت عندي بيوت مكيفة هنا، وكانت عندي أكثر من 200 زيتون. تشوف في حالتها الأرض كيفاش، يعني حتى البيوت مكيفة، يعني وقت اللي قصوا علينا الماء بيوت مكيفة، يعني لدرجة أن الانستالاسيون ما نجمناش نحيناها. يعني كنت أنت أمال تبني فيها، وكشابة ومتخرجة وصاحبة شهادة عليا، واحدة من الناس ما كنتش نطالب حتى بخدمة. تو صبحت بطالة، اضطريت أني نخدم على الآليات باش نوكل عائلتي. هو الحال ذاته لمستثمر فلاحي آخر بالمنطقة نفسها حين قطع تزويد مستغلاتهم الفلاحية بالماء من قبل الجمعية المائية. من سبتمبر 2012 نعانوا في البلاد من رئيس الجمعية اللي تم تعيينه في أواخر 2010 بطريقة ما نعرفوش عليها كيفاش تعين. احنا كفلاحين ما وقع استدعانا لا حضور للجمعية للجلسة بالانتخابية لا حد شيء. العام الأول مشى أموره مريقلة، العام الثاني سكر البير هذا كأنه ملك السيد الوالد ومشى لفرنسا، ترد الخدام، ومن وقتها نعانوا. لكن اللي زادنا معناها مشاكل على مشاكلنا هي السلطات اللي ما لهاتش بينا. السلطات الجهوية تقول انها تتابع هذه الاشكالات بهذه المنطقة الفلاحية المزارة، وتسعى الى ايجاد حلول ترضي كل الاطراف. صحيح اللي كان في فترة من الفترات وقعت تجاوزات وتجاوزات كبيرة، فهمت، خاصة في اقتناء الاراضي الاشتراكية وبيع الاراضي الاشتراكية، هذا جزء من المشكلة اللي موجودة في المزار. وبطبيعة الحال في المجامع المائية مش ممكن يقبلوا إلا المالكين الأصليين للمقاطع هذه. نأمل اللي كان المجمع المائي مع نشطين، ما نقولش المالكين، النشطين يلقوا الحلول المناسبة. في ولاية تطاوين نوايا استثمار عديدة من الداخل والخارج، وثروات طبيعية في كل المجالات الصناعية والفلاحية على وجه الخصوص، مقابل وضعية عقارية للأراضي الاشتراكية مكبلة لكل الجهود وحاجز أمام إقامة المشاريع. التحسيس والتوعية بأهمية استكمال مشروع السكة الحديدية بولاية مدنين دفع أهالي الجهة إلى الانطلاق في حملة لتجميع 10,000 توقيع عساهم يجدون استجابة لمطلبهم. قطار سياحي جاب الشوارع الرئيسية لمدينة مدنين، تواجده ليس للترفيه بقدر التحسيس والتوعية بأهمية مشروع استكمال السكة الحديدية بولاية مدنين. هذا النشاط هو مرحلة من مراحل حملة 10,000 توقيع التي انطلقت منذ أيام بمدينة مدنين. وبدينا في جمع التوقيعات، قدموا برشا متطوعين ما شاء الله، يعني في اليوم الأول وصل عدد المتطوعين ليجوبوا شوارع مدنين ومعتمديات الولاية وولاية تطاوين كذلك ما يقارب 71 متطوع. حبينا نعمل اليوم هذايا فكرة نتاع الترام، يعني القطار السياحي هذايا، حسسوهم بهذا المشروع أن هذايا باش يعني مشروع هام لمدينة مدنين، وباش يعني نزيدوا ننشر الوعي. اليوم أكثر من 25 سنة المشروع هذايا حابس، وأكثر من 40% من نسبة الأشغال مخدومة، يعني كل شيء حاضر. يعني نستغرب استغراب كبير علاش ما كملش المشروع هذا. مدنين تريد سكة الحديد.
فكرة الحملة بدأت عن طريق موقع التواصل الاجتماعي لتتجسد على أرض الواقع بجمع توقيع من المواطنين الذين سندوا هذا المطلب. إن شاء الله بالعشرة آلاف توقيع هذا إن شاء الله نحقق حلم مدنين، خاطر حاجة مهمة برشا تطورنا حتى الاقتصاد وفي كل شيء تساعدنا البلاد. يمكن تو في حاجة ليه أكثر من وقت سابق، خاطر تو ديجا عندنا برشا مناطق صناعية باريكزومبل التاجرة سترا، ينجم معناتها يعمل لنا مواطن شغل جديدة، ينجم يحرك الاقتصاد. محتاجين الحاجة كما هذه وإن شاء الله ربي يسهل. وكا أطلب إيصال السكة الحديدية إلى ولاية مدنين أصبح مطلبا شعبيا فوق 20,000 توقيع، مشروع هام لما له من انعكاسات على تطوير البنية التحتية والتنمية بمختلف مجالاتها على ولاية مدنين. هو قطار سياحي جاب مدينة مدنين لبعض الساعات، يأمل أهالي مدنين أن يصبح مشروعا على أرض الواقع وأن تصل السكة الحديدية إلى ولاية مدنين في المدى القريب. هو مشروع ينتظر التفاعل مع السلطات المحلية والوطنية لتنفيذ هذا المشروع الذي توقف لسنوات. فايزة سكرافي، التلفزة الوطنية، مدنين. تعرف ولاية مدنين أيضا حركية مرورية متزايدة، الشيء الذي ساهم في تزايد عدد حوادث المرور. ولأهمية الموضوع تطرق الشباب خلال فعاليات تظاهرة تحسيسية بالمركب الشبابي للسبل الكفيلة للحد من تزايد حوادث المرور بالجهة. تشهد مدينة مدنين حركية مرورية مكثفة، ما جعل حاصلة حوادث الطرقات تتزايد من سنة إلى أخرى. هذا الإشكال حاول المركب الشبابي بمدنين التحسيس به من خلال تظاهرة تحت شعار بالإعلام نغير الأرقام. كما تعرف ولاية مدنين من الولايات للأسف معناها نسبة الحوادث فيها تكون مرتفعة، هذاك علاش حابين نوصلوا المعلومة، اخترنا العنوان هذايا بالإعلام نغير الأرقام، حابين نوصلوا المعلومة للمواطن. توزيع لمطويات ورسم لعلامات مرورية على الطريق إلى جانب القيام بعمليات بيضاء في الإسعافات الأولية، أنشطة ساهمت فيها مختلف الأطراف المتدخلة. بلغت حوادث مرور في ولاية مدنين 354 حادث، أنتج عليهم 102 قتيل و575 جريح، هو رقم كبير بمعدل معناها كل يوم فما جريح وزوز جرحى. هذه رسالة هي في الواقع موجهة إلى كل مواطن ينجم يكون مسعف، المهم يكون في عنده قابلية وعنده روح التطوع. أنشطة متنوعة تبرز أهمية السلامة المرورية تفاعل معها الحضور من الأطفال. نتعلم كيفاش نشق الكياس، لازم نقص في السرعة. التحسيس والتذكير دائما بخطورة الحوادث المرورية وما ينجر عنها من خسائر مادية وبشرية تستوجب وعي كل شخص بضرورة احترام قواعد السلامة المرورية. بدأت في ولاية القيروان الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث أقيمت ندوات حول الدين الإسلامي، استعدادات أدخلت كذلك نشاطا مميزا على الأسواق والمتاجر المختصة في بيع الفواكه الجافة. أجواء إيمانية خالصة استهلت بترتيل آيات بينات من الذكر الحكيم، ليعلن بعد ذلك عن انطلاق الندوة الدينية 41 في مدينة القيروان تحت عنوان رسائل إلى الأمة من خلال السيرة والسنة. أردنا بهذه الندوة استدعاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في بناء الإنسان الصالح وفي تحقيق التنمية الشاملة. أنا أستاذ دكاترة من داخل تونس وخارجها أكفاء مش يقوم عليه يشاركونا في هذه الاحتفالات. وبالتوازي مع هذه الندوة بدت الأجواء متميزة داخل المدينة، فالتحضيرات للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على قدم وساق. العباد قاعدة تحضر تو في زقوقو وفي الفاكهة. عنا زقوقو نظيف، عنا زقوقو معناه مسوم ونظيف، هذا معناه زقوقو عادي معناه تبيع كيك 14500 كيلو زاد كما سمع منيو تقريبا. كل عام قبل ما نبدا حتى شيء لازم نشري الأصحاف الجدد والحاجات الجدد اللي بتاع العصيدة. الاحتفال بذكرى مولد النبوي الأكرم مناسبة لها طعم خاص في مدينة الأغالبة، فالأجواء الإيمانية انطلقت والتحضيرات على أشدها. تحت شعار زيت الزيتون من الشجرة إلى الطاولة، وبهدف التحسيس بالقيمة الغذائية لزيت الزيتون، احتضن البرج العثماني بالمهدية تظاهرة حول هذه المادة الغذائية، نظمها المعهد الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع جمعية العمل الديمقراطي والتنمية.
أجواء تنشيطية متنوعة الفقرات عاش على وقعها زوار البرج العثماني بالمهدية الذين جاءوا للتعرف على فوائد وقيمة زيت الزيتون. التظاهرة التي ينظمها المعهد الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع جمعية العمل الديمقراطي والتنمية بالمهدية تندرج في إطار تنفيذ برنامج تثمين النظام الغذائي المتوسط ماديديات. عنا أولا أهميته في النظام الغذائي المتوسطي شنو يمثل وين منحطوه في الهرم الغذائي المتوسطي. ثاني حاجة التذوق زيت الزيتون وخاصة أهمية زيت الزيتون إكسترا فييرج. الثالث حاجة الأكلات التقليدية اللي بدأت تندثر اللي هي تعتمد على زيت الزيتون. زيت الزيتون من الشجرة إلى الطاولة هو شعار هذه التظاهرة التي تهدف إلى التحسيس بالقيمة الغذائية لهذا المنتوج. تركيبة الزيتون تركيبة يعني خاصة، هي خاصة الحوامض الدهنية. هناك عناصر أخرى هامة مثل عنصر ما يسمى بالبوليفينول وهي عناصر مضادة للتأكسد وفيها معناها فوائد جمة لمرضى السكري، لأمراض القلب وتصلب الشرايين، لارتفاع ضغط الدم والعديد من الأمراض سواء في مستوى الوقاية أو في مستوى العلاج. ورشات عديدة أثثت فقرات هذه التظاهرة، أبرزها كان عرض لمجموعة من الأطباق التقليدية تعتمد على زيت الزيتون والذي يعد من خصوصيات الجهة. زيت الزيتون أنا نعملها البندلاقة، الكس بسباس، الكسي شمشي، عندنا تو كسي بالوراده وبندلاقه اختصاصنا، وكسي شمشي باللفت واللفت، وعندنا ملوخيه، الاكلات التقليديه مازلنا محافظين عليها. هذه التظاهر التي تعد المهديه رابعه محطه لها بعد سوسه وباجه والمناسير ستواصل جولتها في المدن التونسيه لتثمين النظام الغذائي المتوسطي. وقع المرأة العاملة وغيابها الواضح عن المنابر السياسية والنقابية والجمعياتية هو محور المائدة الحوارية التي نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد وبإشراف ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. حقوق المرأة وتطلعاتها من خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز هو محور لقاء نظمه الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد بإشراف ممثلة هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتعريف بمشاغل المرأة وانتظاراتها. التحسيس بمشاغل المرأة بحقوقها وتطلعاتها وانتظاراتها، وطبعا هذا كله يندرج في إطار عنوان كبير هو حقوق المرأة وتطلعاتها من خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الأسباب التي منعت المرأة من المشاركة في المنابر السياسية والنقابية والجمعياتية من بين النقاط التي تناولتها المداخلات خلال هذا اللقاء: حضور النساء في الجمعيات والمنظمات الحقوقية وخاصة النسوية في داخل الجهات هو حضور ضعيف، ويرجع ذلك إلى عدم توعية النساء وتسلحهن بالمواثيق والعهود والثقافة الكونية التي تمكنهن من الحضور والفعل والتفكير والمشاركة في الحياة العامة. والسياسات اللي موجودة في البلد هي اللي كان لها الأثر الكبير في إقصاء المرأة من المشهد السياسي أو من المشهد التنموي أو من المشهد الاجتماعي. وقد تضمن برنامج اللقاء تحديد المناطق التي سيتم التدخل فيها لتحسيس المرأة بأهم مكتسباتها ودفعها للمشاركة في الحياة العامة، وذلك عن طريق تكوين لجان نسوية بجهة سيدي بوزيد. ضمن نشاطها البيئي وتسليطها الضوء على نقاط القوة في صفاقس، تنظم جمعية صفاقس المزيانة كل يوم الأحد الأول من كل شهر فطور صباح جماعي بالحديقة العمومية المعروفة باسم التوتة. الهدف من هذه التظاهرة هو إبراز أهمية هذا الفضاء الذي يعد رئة صفاقس، وأيضا للتحسيس بضرورة إيلائه العناية اللازمة. تحمس لفكرة الشباب وعائلات، ولكل منهم ما تعود من فطور الصباح، افترشوا ما تيسر محتمين بالأشجار ومستمتعين بما تسلل إليهم من أشعة الشمس الشتاء. إلا أن فطور الصباح هنا أكثر من غذاء. هي تحسيس، خاطر احنا كنا صغار نجيو بالعائلات واحد افتقدناها، توا الجمعيات قاعدة تحوي فيها وإحنا جينا باش نتنفسوا هواء طلق، واللعبات معناها تتلم مع بعضها وفما تعارف، والواحد يتفرهد يخرج من الروتين نتاع الجمعه كامله يخدم يخرج، فهمتي؟ زين باش نتعرفوا على العباد ونعملوا جو ونتنفسوا الصباح وبيكنيك. انا يعني تو في التوتة تسمى باهي وعلى الصباح. انا كل نهار حد بريسك نجي في الصباح،
انا وعائلتي نعملوا مرش. عندي صاحبي جاب من انجلتر خصيصا فهمت، جبت معايا ضيف، جبت معايا بنتي فهمت، شفت روحنا معنا وزيد نحسوا الناس ونعرفوا بالصفاقس مزيانه. تحيا صفاقس مزيانه. البادله بقدر ما تبرز مكامن التميز في صفاقس تدعو الى مزيد العنايه بالحديقه العموميه كفضاء صحي وترفيهي وحيد بالجهه. هو ثم رسالة غير مباشرة أنه كيف إحنا العباد تجي لهوني دونك يقولوا ثم حاجتين، ثم حاجة باهية أنه أهو عنا بلاصة باهية وثم إسباس فير دونك نجمو نقعدوا فيه، ومن ناحية ثانية المكان هذا مش الهوة اللي صارت ماهيش باهية برشا، معناتها تشوفوا معناها فما زبلة ملوحة، فما معناها ماهيش مكان مهمل مش معتنى به بالباهي. التوتة هذه راهو فضاء ممتاز جدا من حيث الهواء، من حيث المساحة، ومن حيث يعني ولزمنا نفكروا في إعادة الإحياء نتاعو، لأنه ناقص برشا إصلاحات. في الأثناء ما زالت الحديقة منذ عشرات السنين تبحث لها عن تصنيف يقنع أهل صفاقس، فلا هي بطيورها وقرد وجمل حديقة حيوانات، ولا هي فضاء ترفيهي مناسب لمدينة المليون ساكن. فنون تنير الثورة، عنوان تظاهرة تنظمها المندوبية الجهوية للثقافة بتونس احتفالا بالذكرى الثالثة للثورة التونسية. التظاهرة تحتوي على عديد التعبيرات الفنية وتتواصل على امتداد عشرة أيام في فضاءات مختلفة. تظاهرة ثقافية تنشيطية جمعت تعبيرات فنية مختلفة هي تظاهرة فنون تنير الثورة، تظاهرة انطلقت بحفل فني لسونيا مبارك التي غنت للحب والتسامح والسلام عبر إنتاجات جديدة. نقول أن بلادنا بعد ثلاث سنوات تكون حققت خطوة كبيرة نحو أهداف الثورة اللي هي الحرية، واللي هي العدالة، واللي هي وضع حد لكافة أشكال الظلم والتجاوزات. حبينا أن الثقافة تتكلم بالحرية، تتكلم بالحب لتونس أيضا، وكل المساهمات والتعبيرات الفنية المتواجدة هي ترسم يعني تفاؤل كبير ياسر لبلادنا. معرض لمنشورات جديدة في الثورة بدار الثقافة المغربية بن خلدون شكل فقرة أخرى من هذا الاحتفال. أخذت كتاب وقدري أن أرحل، للأسف الشديد أخذت أحمد فؤاد نجم العنبرة. أما الفنون التشكيلية فخصص لها معرض بقاعة الأخبار. سميته اللعبة الكبرى جران جو. بعد 14 جانفي بينسير حسينا أن نحن في لعبة كبرى. الثورة بتاع تونس والثورة متاع ليبيا، هو علم ليبيا وعلم تونس. أما المسرح فكان حاضرا من خلال مسرحية علي بن غداهم من إخراج صابر الحامي، وذلك بقاعة الفن الرابع. هذه أولى الفقرات لتظاهرة فنون تنير الثورة، فقرات ترسم الحب والتفاؤل لتونس الثورة. نهاية النشرة وهذا تذكير بعناوينها. دعوة إلى إقامة سكة حديدية في مدنين لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية هامة على الجهة. أهمية زيت الزيتون الغذائية والصحية والاقتصادية محور تظاهرة احتضنتها مدينة المهدية. فطور صباحي جماعي في حديقة عمومية، الهدف التحسيس بأهمية الفضاءات الخضر والتواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة، في أمان الله.